نعود مرة أخرى إلى موفدة أخبار الآن جنان موسى من الشمال السوري. مرحبا بك معنا جنان. ما هي أصداء مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في المناطق التي تتواجدين فيها في الشمال السوري؟ سواء كانت هذه الأنباء مؤكدة بالفعل صحيحة أم لا؟ مساء الخير أحمد. بالنسبة للمعلومات والتقارير اللي انتشرت لحد هاي الساعة عن مقتل البغدادي هي غير كافية بالحقيقة، لا حتى نأكد ولا حتى ننفي أنه البغدادي قتل فعلا في المعارك الجارية حاليا في الرقة، أم بعض التقارير التي تتحدث عن أنه قتل منذ أشهر، ويعني اليوم حتى استطعنا أن نعلم بهذه الأخبار. ولكن ما أستطيع أن أخبرك به هو أنه هذه التقارير، بحيث أنه سمعنا من فترة أيضا إشاعات وتقارير على أنه قتل، يجب أن ننظر إليها بطريقة نقدية إلى حين وصول صور أو فيديو أو دليل قاطع يؤكد أو ينفي هذا الخبر. ما أستطيع أن أخبرك به هو ما يخبرني به الناس هنا في المخيمات في شمال سوريا، الناس اللي طلعوا من الرقة، هربوا من الرقة، وأيضا كان لي مقابلة حصرية مع مقاتل من داعش هرب من الرقة وهو مسجون الآن مع قوات سوريا الديمقراطية. تمكنت من الحديث معه وتمكنت من سؤاله عن هذا الموضوع، وبالحقيقة هذا المقاتل كان غاضب جدا وعبر عن رأيه وقال أنه العديد من المقاتلين ضمن داعش غاضبون لأنه إلى حد اليوم لم يخرج البغدادي حتى يطمنهم، حتى يخبرهم ما هي الخطة وما يعني ما الذي يجب أن يفعلوه في هذه الأحداث التي تدور في الرقة. قال توقعنا بأنه يظهر علينا أيام معركة الموصل، توقعنا أن يظهر الآن أيام معركة الرقة، خاصة وأنه هي معركة خاسرة على حسب ما قال هذا المقاتل، ولكن لم نسمع عنه أي شيء أبدا. قال أنه الخطة لداعش كانت بأنه نقلوا جميع الإدارات وأيضا القادة الكبار في التنظيم من مدينة الرقة باتجاه الميادين في دير الزورو، لأنه تركوا المقاتلين العاديين مع عائلاتهم ومع المدنيين في الموت في الرقة على حد قوله، من دون أي خطة، من دون أن يطمن الناس، ومن دون أن يظهر عليهم كزعيم حقيقي يعني ليقول لهم ما هي الخطوات المقبلة وما الذي يجب أن يفعلوا. بالنسبة للمدنيين السكان السوريين العاديين اللي هربوا من الرقة، قالوا مني بأنه طوال فترة السنوات الثلاثة الماضية يعني لم يرى أي شخص منهم البغدادي أبدا في الرقة. كان هناك إشاعة مرة واحدة أحمد قالت بأنه البغدادي كان موجود في أسواق الرقة وهو متنكر كبائع خضرة، وكان في عربة خضار أمامه وأتى إلى المدينة لكي يطمئن على رعيته على حسب قول إحدى السيدات، وهي كانت زوجة لمقاتل من داعش، ولكن عندما تم التعرف عليه في السوق يعني قام الجهاز الأمني بأخذه وإخفائه مباشرة. بالنسبة لي يعني لا نستطيع حتى أن نؤكد هذه القصة لأنه يبدو أكثر كإشاعة أو يعني كقصة يعني يحب الناس أن يتداولها من دون أن يكون هناك أيضا دليل عليها. ولكن النقطة الأخيرة اللي أريد أن أتطرق لها هو حقيقة الغضب الذي أحسسته عند حديثي مع هذا المقاتل الذي كان مع داعش، على أنه يحسون على الأقل هذا ما قالوا، على أنه التنظيم يعني تركهم في مهب الرياح، وأنه يعني كان كل الوقت يقول ويتباهى بأنهم دولة لم يبالي بهم وبمصيرهم يعني. صحيح. شكرا جزيلا جنان موسى مفدت أخبار الآن من الشمال السوري، متحدثة إلينا مباشرة عبر الهاتف من هناك.